بالنسبة لتأمين الاحتفالات قبل ما نبدأ أخبار البرلمان، النهاردة شاهد محيط مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون في ماسبيرو وميدان التحرير في وسط البلد إجراءات أمنية مكثفة، ده في إطار خطة تأمين الاحتفالات اللي اتخذتها الداخلية. احتفالات المواطنين بذكرى 25 يناير بالتأكيد بتواكب تأمين لاحتفالات الشرطة اللي احتفلت أمس أيضا بعيدها، عملت حواجز معدنية أمام مبنى ماسبيرو في الاتجاهين سواء الاتجاه المؤدي لميدان التحرير أو الاتجاه المؤدي لمنطقة بولاق، وده وسط حالة من سيولة مرورية شاهد بها الشارع. وكمان أعلنت شركة مترو الأنفاق إغلاق محطة أنور السادات، منع وقوف القطارات فيها، وده لدواعي أمنية. من